الحديث الصحيح وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان ما قال لكن بعضهم يقول بالضم بعضهم يقول بالفتح عن ابن جدعان لما سألته عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. قوله وكان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازات في الدنيا، وهو مرفوع بأنه اسم كان، ويجوز أن تكون كان تامة وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع، كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة. وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية، وقوله إلى سبعمائة متعلق بمقدر أي منتهية. وحكى الموردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها. والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق، ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله إلا يتجاوز الله عنها، كل حال ما يظهر في الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد يعني إذا أسلم الكافر تحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا، وهذا وارد من القرآن كل الذين كفروا بينته يغفر لهم ما قصر. وكان بعد ذلك أي بعد إسلامه الذي أحسنه القصاص لأنه صار مسلما، فإذا عمل حسنة فهي بعشر أمثالها والسيئة بمثله ولا إشكال فيها. وإنما حملناه على ذلك ليوافق ظاهر الآية من وجه، ولئلا يقال إن مجرد إحسان الإنسان يكفر الله به، مع أن هناك أحاديث تدل على أن التكفير إنما يكون بانضمام أعمال صالحة مثل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهم. نعم منصور حديث الإضافة. نعم هذا تحت المشيئة، نحن لا نقول إن الله له أن يشاء ويكفر كل شيء عند الموازنة يوم القيامة، لكن إذا قلنا يكفر صار جزما أنها تقع مكفرة. صحيح يحمل على هذا يكون حسن الإسلام وبالإخلاص والمتابعة والتزام أحكام الإسلام. نعم سعود. هي نفس اللي ذكر نفس القاعدة هذه. مثال آخر، مثل رجل تيمم بناء على أنه ليس عنده ماء، طلب الماء فلم يجد فتيمم وصل ثم حضر الماء، فإنه لا تجمع الجاهل إنه هذا قاعدة عامة، لكن لا بد من الاجتهاد. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن همام عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. أحب الدين إلى الله أدومه. الدين هنا بمعنى العبادة، يعني أحب العبادة إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، وذلك لأن ترك المداومة قد ينبئ عن زهد الإنسان في العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لا تكن، أو ابن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وكان من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وعلى وسلم. وقوله في الحديث مه اسم فعل أمر بمعنى كف، صه اسم فعل أمر بمعنى اسكت، فصه للأقوال ومه للأفعال. وقوله عليكم بما تطيقون، أي لا تكلفوا أنفسكم العمل من صلاة أو قراءة أو تسبيح أو صيام أو غير ذلك، يعني عليكم بما تبلغه طاقتكم من أجل أن تستمروا عليه. لأن الإنسان قد يكون عنده رغبة في الخير فيشق على نفسه ويشد فيه أول ما يفعل، ثم بعد ذلك يمل ويكسر. أما إذا سائر نفسه من أول الأمر بالهوينة فإنه يستمر. وترون هذا حتى في أفعالكم العادية، حتى في الأفعال العادية إذا كان الإنسان أول ما يفعل الشيء يجد نفسه عنده اندفاع وقوة، لكن في النهاية يفتر. أحد الطلبة يقول أنا سأحفظ في اليوم ربع جزء، حافظ 4 أيام 5 أيام 10 أيام ثم بعد ذلك يفتر. هذا شيء مجرد، لكن إذا قاس على نفسه من أول أمر وأخذ ما يطيق فهذا يكون فيه الاستمرار. ولهذا قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمل. أشكلت هذه الجملة على بعض الناس وقال هل الله يمل؟ والجواب على هذا سهل، أن يقال هل الرسول أثبت الملل لله؟ هل قال إنكم إذا مللتم مل الله؟ ما قال هذا. لو قال هذا لكنا نقول أيضا فيه جواب، وهو أن ملل الله ليس كمللنا نحن، نمل نتضجر يثقل عليه الأمر فنمل، لكن ملل الله لا يحقه هذا النقص. مثل الغضب الآن، نحن إذا غضبنا ماذا نصنع؟ نعم، ربما الإنسان يصنع أشياء كثيرة، ربما يأخذ ولده يضربه الأرض من الغضب، ربما يطلق زوجاته ويعتق عبيده ويوقف أمواله من أجل الغضب. هذا التصرف تصرف طائش، لكن هل إذا غضب الله عز وجل يفعل مثل هذا الفعل؟ أو ما يفعل إلا شيئا تقتضيه الحكمة؟ الثاني بلا شك، فغضب الله ليس كغضبه. أيضا ملل الله لو كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل لكان مللا لا يماثل مللنا، بل هو ملل يليق بالله. وليعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يصدر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صفة تنافي كمال الله أبدا، هذا شيء مستحيل. فإذا نقول أولا هذا الحديث ليس بصريح في إثبات الملل لله، ثانيا لو ثبت الملل لله وجب أن يكمل على أنه ملل يليق به ولا يماثل ملل المخلوقين، ثالثا زعم بعض العلماء أن المعنى لا يمل حتى تملوا، أي أنه يعطيكم من الأجزاء بقدر ما عملتم مهما عملتم، فصرفه عن ظاهره بناء على أن ظاهره
ينافي كما رضى عز وجل، ولكن نحن لا نرى ذلك. نرى أولا أن ننظر هل هذا يقتل الملل، هل هذا يقتل ثبوت الملل لله أو لا، لأن هناك فرق بين أن تقول لا أقوم حتى تقوم، وبين أن أقول إذا قمت لا أقوم حتى تقوم. يفيد امتناع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم منه إذا قمت أن أقوم أنا. وهذا هو تركيب الحديث، لا يمل حتى تمل. أما إذا قلت إذا قمت قمت، لازم من هذا أنه إذا قام أقوم أنا. فلو قال إنكم إذا مللتم مل الله، كن هذا فيه إثبات المل لله ولا إشكال. أما التركيبة الموجودة فليست بصريحة في إثبات الملل، وعلى تقدير أن تكون صريحة وأن الإنسان يفهم منها أنها صريحة يجب أن يكون الملل الثابت إيش؟ ملل يليق به ولا يعتريه ما يكون لملل المخلوقين. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، إليه إلى من؟ إلى الله أو إلى الرسول؟ نعم العين تقول يعود إلى الرسول. إيه نعم، لأن إلى الله في رواية. طيب على كل حال إن عاد إلى الله فلأنه أقرب مذكور، والله لا يمل، فوالله لا يمل راحة تمل. وإن عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه هو المتحدث عنه، فالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعود الضمير إلى من كان الحديث عنه. لكن إذا وردت رواية صريحة وكان أحب الدين إلى الله زال الإشكال. بل زال الاحتمال. رسيل مسلم هذا دولة، وأثناء الرسيل يقول أحدهم بأن عمل الرسيل هو أعزكم الله استخراج البول من الدم. نعم. يقول هيخرج ينتهي كفر وهكذا. يقول يخرج البول صافي كأنه بول ثاني. في القارورة. يقول وأنا أصلي أحيانا وعملية الرسيل مستمرة. فمثل هذا ينتقل وضوءه. إذا كان بول يقين أيه ينتقل الضوء ويجمع، لأن العملية ما تبقي الظاهر، العملية تبقي 4 ساعات. إيه يجمع مين مشكلة، والمحلول ينتقل أيه دام من فوق يقين. أيه يقول ذكر شيخ الإسلام تيمية أن العمل الصالح تكفر ما يوزنها من الذنوب، فقال فالمحو والتكفير قوى بما يتقبل من الأعمال، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار موازنة. نعم. أما الأول يكون للصغائر تارة، هذا صحيح. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنة بالكبائر. وأما مسألة الموازنة فليس هذا محو، ليس هذا محو، الموازنة لا تعتبر محو، لأن المحو معناه أن هذه الحسنة تمحو السيئات نهائيا، وليس المعنى أنها تقابل. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان، فهمت يا منصور؟ والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر. نعم هذا أيضا صحيح، ربما يكون ما قام بالإنسان من الإخلاص التام لله والمحبة والخوف والرجاء يكفر السيئة، كما كفرت غزوة بدر في الغزاة كل ما يعملون في المستقبل. ثم ذكر حديث البطاقة وأن صاحب البطاقة قالها بإخلاص وصدق، وإلا فأصحاب الكبائر كلهم الذين دخلوا النار يقولون لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث المرأة البغي فقال وهذه فقد الكلب إيمان خالص كان في قلبها
فغفر لها، وإلا فليست كل بغي سقط كلبا يغفر لها من هذه السنة. هذا صحيح. وأيضا ألا يدخل فيه حديث من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذنبه مفرد مضاف فيعم كل ذنب كبير وصغير. وأيضا قيد إيمانا واحتسابا، وهذا قيد ليس سهلا. صحيح ليس سهلا، لكنه يقال رمضان إلى رمضان يشمل قيامه وصيامه، وأيضا وقيام ليلة القدر مكفرات لما بينهن مشمولة بالكبائر. لكن أعمال القلوب في الحقيقة لا نهاية لها، قد يكفر الله بعمل القلب سيئات كثيرة كما تشاهدون الآن. نصلي أحيانا وقلوبنا غير حاضرة، ما نستفيد تلك الفائدة لصلاتنا. ونصلي ما يحضر قلب واحتساب وخشوع، فنجد لذة في الصلاة وأثرا بعد الصلاة. يحتاج أن يجون يحتاجون ما يقول هذا الطالب محمد محجوب. نعم. ما مدى صحة عبارة الذي أمره بين الكاف والنون؟ أي نعم، هذا ما صحيح. كيف أمر بين الكاف والنون؟ يقول الذي عنده في بعض كلامه، يقول الذي أمره بين الكاف والنون. شلون أمر بين الكاف؟ يعني أنا فاهم، لكن الكلمة كن الأمر ما يأتي من لبس كاف والنون. هم يقصدوا كاف والنون، يعني لأنهم هو قبل أن يتم النون يكون مفعولا. ما هو صحيح، ما يكون المفعول إلا بعد تمام النون. لو قالوا الذي مأموره بعد الكاف والنون كان صحيح. لكن يا شيخ، نعم، هل الله سبحانه وتعالى يقول كن ولا يقول عن الفعل كله؟ إيش؟ وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم. نعم. فقال قولا لم يقل كل. هو حسب القول الموجه. كونوا قرابة خاصين حسب القول الموجه. يعني ليس كن يا شيخ، ليس كلمة. لا بعد الكلام موجه. لكن لو مثل أكتب ما هو كان. المهم حسب الكلام موجه. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن بين الكاف والنون على معنى. نعم. المهم يترك هذا ما دام فيه إيهام ما ليس بصحيح فيترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا هذا الباب مهم جدا ومبني على أصول: هل يزيد الإيمان وينقص أو لا؟ اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال بأنه يزيد وينقص ويتفاضل بالكمال، ومنهم من قال لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال نقول يزيد ولا نقول ينقص. والصحيح أنه يقال يزيد وينقص كما ورد ذلك عن السلف في مسألة النقصان، بل جاءت به السنة. وذلك أن الناس اختلفوا في الإيمان، فمنهم من قال إن الإيمان مجرد التصديق والإقرار وهذا لا يتفاضل، فالناس فيه سواء، وهذا مذهب الجهمية المرجئة الغلاة في الإرجاء. يقولون الإيمان هو مجرد التصديق والإقرار وهذا لا يتفاضل. ولا شك أن هذا القول ليس بصحيح من وجهين: الوجه الأول أنه ليس مجرد الإقرار والتصديق، والوجه الثاني نقرأ جملة مفردة: رجع من راعي السيارة الآتية. أولا، قوله من الإيمان هو مجرد التصديق ليس بصحيح، لأن النصوص ظاهرة في أن الأعمال من الإيمان،
والثاني قولهم إن التصديق لا يتفاوت، هذا غير صحيح أيضا، لأن إقرار القلب يتفاوت، فإن خبر الواحد لا يساوي خبر الاثنين في الطمأنينة إليه. يعني لو أخبرك شخص بخبر تطمئن إلى هذا الشخص وتثق بكلامه، ثم أخبرك آخر ألا تزداد ثقتك، وثالث تزداد. ولهذا قسم العلماء اليقين إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كما دل على ذلك القرآن: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال الله تعالى في القرآن: وإنه لحق اليقين. وقال في حال المحتضرين: إن هذا له حق اليقين. ويضرب لهذا مثل برجل قال لك: في هذا الكرتون تفاح، وهو ثقة. فهنا يكون في قلبك أن الذي في هذا الكرتون تفاح، فإذا فتحته ورأيته فهذا عين اليقين، فإذا أكلت منه فهذا حق اليقين. فأقوى درجات اليقين هو الحق، حق اليقين. وهذا يدل على أن اليقين فضلا عن الإيمان يتفاوت، فكيف بالإيمان؟ ثم إن في قصة إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يدل على أن ما في القلب من الإقرار يتفاوت، يكون اطمئنانا ويكون دون ذلك، فصار قولهم باطلا في الحس الواقع وبالشرع الوارد. هناك آخرون يقولون إنه لا يزيد ولا ينقص، فإما أن يوجد كله أو يعدم كله، ويجعلون الأعمال من الإيمان لكنها شرط في صحته، كالخوارج والمعتزلة، حيث يقولون إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. ولهذا حكموا بأن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون خارج من الإيمان ولا نقول إنه كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان وكافر، وليس هناك منزلة بين منزلتين، لأن الله يقول: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا شك أن الخوارج أقرب إلى القياس من المعتزلة، باعتبار أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين، فإن هذه بدعة محدثة. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ودلالة ذلك بالشرع وبالحس. أما الشرع فاستدل البخاري رحمه الله بقول الله تعالى: وزدناهم هدى، زدناهم هدى. لكن قد يعارض المعارض في الاستدلال بهذه الآية، لأن المراد بالهدى هنا العلم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لأن الهدى في الأصل هو العلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وكأن المؤلف البخاري رحمه الله يقول: من لازم الهدى، من لازم زيادة الهدى أن يزيد الإيمان، لأن الإنسان كلما ازداد علما بآيات الله، بالله وآياته وصفاته، ازداد إيمانا. الآن قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا. نعم، أول الآية: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. إذن في هذا زيادة ذات زيادة الإيمان. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، كيف يكون فيها دلالة على زيادة الإيمان؟ وجه ذلك بقوله رحمه الله:
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وصدق رحمه الله، هذا استدلال يعني طريق، إذا كان اليوم أكملت لكم إذن قبل ذلك ليس بكامل فهو ناقص. ويدل لهذا نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وجعل نقص دينها بتركها الصلاة والصيام في أيام الحيض، وهذا نقص كمال وليس نقص يعني واجب، إذ أن المرأة لا يجب عليها في حال الحيض صوم ولا صلاة، بل لو صلت وصامت كان ذلك حراما بالإجماع. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. الفائدة من هذه المتابعة قوله قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، وفي السياق الأول عن قتادة عن أنس، فالطريق الثانية صرح بها قتادة في التحديث فزال خوف التدليس، على أن العلماء قد تتبعوا ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس فوجدوا أنه لا تدليس فيه. وعلى هذا فإذا مر بنا البخاري أو مسلم عن قتادة عن أنس أو عن ابن الزبير عن جابر فإننا نحكم بأنه صحيح ليس فيه تدليس. والشاهد من هذا الحديث قول وزن برة ووزن شعيرة ووزن ذرة، معلوم أن هذه الثلاث تختلف أوزانها وكلها في القلب، فصار ما في القلب يتفاوت. حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يوم جمعة. في هذا هذه الآية قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فيفهم منها أن ما قبل اليوم فإن الدين لم تكمل شرائعه، لكن هو كامل بالنسبة للعاملين به حين نزوله، لأنه لم نزل عليهم شيء سوى ذلك. وفي هذا تنبيه على أن حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم عرفة فيه هو يوم الجمعة. وقد اشتهر عند العامة أن حجة الجمعة تعدل 70 حجة، وهذا من العامية التي ليس لها أصل، لكن صحيح أن يوم الجمعة إذا صادف يوم عرفة فإنه يكون أحرى بالإجابة، لأنه يسمع فيه عصر الجمعة وعصر يوم عرفة، وكلاهما حري بالإجابة. مثل ما قال البخاري رحمه الله قال: إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. إلا أن نقص التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان ويجوز عليه زيادة بزيادة علم ومعاين. نعم. هو في الواقع كلما أثبتنا الزيادة لازم ثبوت النقصان.
زاد معناها الثاني ناقص، فهما متضايفان لا يعقل احدهما بدون الثاني. نعم حتى التصديق يختلف، انا اصدق اذا جاءني خبر واحد واذا جاء الثاني زاد التصديق وهلم جرا. نعم قلنا إذا فرزت لا تجل على الكمال، وقلنا إذا فرزت لا تجل على الكمال، لكن مبذولها الذي هو مبذولها ولو انفردت فهو كامل لكن تكمل بغيرها. أرأيت لو قلت مثلا فلان شجاع هذا كمال، فإذا قلت شجاع كريم فهذا كمال أكثر. نعم ما أقول هو الكمال مبذول الاسم الواحد كامل ما في نقص، لكن إذا انضم إلى اسم آخر صار كاملا بغيره، بمعنى الانضمام يعطي معنى أكمل، الحكيم والعليم، الغفور الرحيم، اجتماعهما يعطي معنى أكمل، لكن إذا انفرد أحدهما فهو في حد معناه الذي يفيق له كامل ما في نقص. نعم أما أننا نقول إن ما سبب السنة وجماعة أن الأعمال من الدين. طيب إذا نقص العمل نقص الإيمان. هو البخاري رحمه الله يقول إن كمال الشرائع يدل على أن الإنسان في نفسه قد يفعل الشريعة كاملة وقد يفعلها ناقصة، ولا معلوم أن أشرنا إليه قبل قليل قلنا هو كامل باعتبار ما نزل، لكنه لم يكمل باعتبار النهاية التي أرادها الله عز وجل. باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا أيضا الزكاة من الإسلام، لأن لقول جابر وهو يسأل عن الرجل اشتدنا فإذا هو يسأل إيش عن الإسلام فقال خمس صلوات، قال وصيام رمضان، قال والزكاة. فالزكاة من الإسلام، وهذا أمر لا إشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ما أمروا بشيء إلا هذا، ولكن العبادة كل ما أمر الله به فهو عبادة، واشترط فيه سبحانه وتعالى شرطين: الإخلاص وأن يكونوا حنفاء أي متبعين، وهذان هما الشرطان في كل عبادة: الإخلاص لله
والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة البدعة. فلا تقبل الشهادة، فلا تقبل العبادة مع الشرك ولا مع البدعة. وقوله لا إلا أن تطوع، الاستثناء هنا منقطع وليس بمتصل، لأن التطوع ليس بواجب وليس على الإنسان أن يتطوع، بل هو سنة. وذكر هنا الصلاة والصيام والزكاة، وبقي الحج. والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة على القول الراجح، وهذا هو الذي جعله يسقط في بعض الأحاديث. نعم. لا، هم يقولون إن الصغائر تقع مكفرة في العبادة. نعم، هذه العبارة من أبيه ما صح، صحيح أنها شهادة ولا 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 عمل عليها. نعم. كبيرة. نعم. الخوارج يلزمون بأنه كافر فلا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه. وأما هؤلاء يقولون لا، هو حكمه من جهة الحكم الظاهر مسلم، لكن لا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه كافر. وهو مخلف. فالعقوبة واحدة عند هؤلاء وهؤلاء، ولهذا يطلق عليه اسم الوعيدية. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تبعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. شاهد هذا قوله إيمانا واحتسابا، فدل هذا على أن الصلاة على الجنازة من الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما نعم كيف أين واتباع أيضا من الإيمان، لكن الاتباع مقصود لغيره، المقصود بالأصل هو الصلاة والدفن. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أي من حبوط، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية لما نزلت وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت انحبس في بيته يبكي، عجز أن يخرج إلى الناس، خاف أن يحبط عمله
وهو لا يشعر لأنه رفيع الصوت. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر بأنه منذ نزلت الآية وهو في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فأرسل إليه يقول بل يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فانظر كيف كانت ثمرة هذا الخوف، وهو مقابل ثمرة الصدق التي حصلت لمن؟ لكعب بن مالك وصاحبيه. فالإنسان كلما صدق رفع الله له ذكره، وكلما خاف أمنه الله عز وجل، كلما خفت من الله فسيؤمنك. نسأل الله أن يؤمننا وإياكم من عذابه. بشره الرسول بثلاث أشياء: أنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة، وحصل هذا. عاش حميدا وقتل في اليمامة شهيدا، ونشهد أنه سيدخل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يجب أن يخاف من حبوط العمل وهو لا يشعر، إما بإعجاب وإدلال على الله، وإذا فعل عبادة زم في نفسه وقال تعالى والله تصدق، أو برياء يقارنها فيفسدها، أو بأعمال سيئة تحيط بها عند الموازنة. وقال إبراهيم التيمي ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. سبحان الله، خوف السلف. يقول إذا عرفت قولي على عملي خشيت أن أكون مكذبا. ليش؟ لأن عمله لا يوازن قوله، قوله في ظاهره أعظم من فعله. كما يشاهد من بعض الناس تجده إذا قام يتكلم تقول هذا من أزهد عباد الله ومن أصلح عباد الله، وإذا فتشت عن حاله وجدته ناقصا. لكن لا معني أن إبراهيم التيمي من هذا النوع، لكن أقول إن هذا منه تواضع واحتقار لعمله. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله المستعان. نعم، هذا حتى عمر بن الخطاب خاف النفاق على نفسه. عمر بن الخطاب ثاني واحد في الأمة الإسلامية بعد الرسول يخاف النفاق، فإنه في يوم من الأيام أمسك حذيفة بن اليمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حذيفة بأسماء طائفة من المنافقين، ولهذا يسمى حذيفة صاحب السر. قال له أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر الذي هو من أصرح الناس وأصدقهم لهجة رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن أبي مليكة يقول إنه أدرك 30 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يخافون النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، خلافا لمن؟ للمرجئة الجهمية، يقول إيماني كإيمان جبريل، كإيمان الرسول، كإيمان أبي بكر. أعوذ بالله، كيف؟ وهذا أيضا من الغرور الذي يوجب أن يحبط تحبط أعماله. أعوذ بالله. جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض، وبقي ثالث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكره معه في الساعة صلاة الليل، وهو إسرافيل الموكل بنفخ الصور. يقول ويذكر عن الحسن، يذكر هذا المعلق بصلاة التنبيه، يذكر عن الحسن البصري ما خافه أي النفاق إلا مؤمن. المؤمن هو الذي يخاف من النفاق، ولكن وما أمنه ولا أمنه إلا منافق. وفي هذا التحذير
من أن يأمن الإنسان النفاق على نفسه، والترغيب في أن يخاف النفاق على نفسه. النفاق هل يدخل فيه الرياء أو لا؟ نعم يدخل فيه الرياء، لأن الإنسان أظهر أنه يفعل العبادة مخلصا لله وهو بحقيقة غير مخلص، ومن يسلم من الرياء؟ ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. نعم. يقول: وما يحذر من وما يحذر، هذه معطوفة على خوف، يعني وباب ما يحذر من الإصرار على النفاق والإخلال من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار على المعاصي خطير جدا ولو صغائر، وقد ذكر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وقد قال الله تبارك وتعالى عمن إذا تليت عليه آيات الله قال أساطير الأولين، قال الله تعالى مكذبا إياه: كلا ليست أساطير الأولين. إذن لماذا يقول أساطير الأولين؟ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع عليه ختم عليه حتى صار يرى القرآن الكريم يراه أساطير الأولين. ما خذ الحديث. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني وهم يقولون سباب المسلم إيمان ليس بفسوق، وقتاله ليس بفسوق، لأنهم يرون أن المعاصي لا تخرج الإنسان إلى الفسق ولا إلى الكفر، إلا ما رأوه كفرا فيخرج إلى الكفر. أما المعاصي التي لا يرونها كفرا فيقولون إنها لا تؤثر على الإنسان ولا ينتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق، ولا من وصف الإيمان إلى وصف الكفر. وهنا يتبين أن الفسوق أدنى مرتبة من الكفر، وذلك لأن القتل أعظم من السباب، فالسباب موجب للفسوق والقتال موجب للكفر. ثم هل الكفر هنا الكفر المخرج من الملة؟ لا، لأنه قال كفر يعني من الكفر، وليس هو الكفر المخرج من الملة. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى أن قال: فأصلحوا، إنما المؤمنين أخوة فأصبحوا بين أخوين. الشيخ قوله هنا: وإن كما عن الحسن بطلت بأنه من سر التمريض، وقد وصله جعفر الفريادي كما قال حافظ الحجر في سفة المنافق. نعم. ناخذ لما أخذ أول ايش في ايش لا هم يقولون لا يزيد ولا ينقص صراحه. هنا يشعر بهبوط عمله اذا فعل ما يحبط العمل، وهذه الآية كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقلها فعلا تهوي به في النار كذا خريف. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. الشاهد من هذا الحديث أن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة، وهي أن ترفع عنهم العلم بليلة القدر
ولكن لا مطلقا بل في هذا العام فقط، وإلا فإن ليلة القدر لا تعلم وتتنقل، يمكن أن تكون في هذا العام في ليلة 27 وفي العام الثاني في ليلة 25 وهكذا. ولهذا قال في آخر الحديث عسى أن يكون خيرا، يعني أتوقع أن يكون خيرا لكم وهو كذلك، لأنهم لو لأن الناس لو علموا أنها في ليلة معينة لاقتصرت عبادتهم وقيامهم إيش على هذه الليلة، لكن إذا لم يعلموا اجتهدوا في كل الليالي. هذه واحدة. ثانيا إذا كانت ليلة معينة سهل على كل واحد على النشيط والكسلان أن يقوم، لكن إذا كانت غير معلومة لم يحرص عليها إلا من كان نشيطا في العبادة. ثم إن هذه العبادات التي نقوم بها في هذه الليالي كلها خير وأجر لنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم. ثم قال التمسوها، والأمر هنا للإرشاد في السبع والتسع والخمس وبقي ثلاث والواحد والعشرين. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم حسب ما فهم بأن الليلة رفعت هذه السنة. نعم فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع والخمس؟ رفعت أي رفع العلم بها، أي في هذه العلم الآن بها، يعني كان رسول علمها بأن مثل ذلك كذا لكن رفع نسلها. نعم لا المرجع هم جميع خذ سلمك الله خذ ثلاث جمات مرت علينا في النورية تذكرها ما هي؟ نعم ولا الوتر ما يصلي الا الفروض فقط. طيب ما هو حجه، لكن لابد من الاتيان ببقيه الفرائض، مثلا ما ذكر الحج، يعني ناتي لهم شيء يذكرهم بحديث اخر. هنا نذكر بحديث اخر مثل الواجب، باقي من الواجبات الحج اذا كان قادم. ولكن الحقيقه ان الانسان هل هو ضامن انه ادى هذه الصلوات على الوجه المطلوب؟ والنوافل تجبرها الى جنازه وكانت الصلاه فريضه فهل تصح صلاته ام لا تصح، سواء فريضه او نافله؟ يقول إذا صلى وبين يديه جنازة هل تصح الصلاة أم لا؟ نقول نعم تصح. إيه فريضة ونفل كل واحد. فهمتها؟ طيب. هذا السماء مبارك. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن؟ أين وجدت هذا الحديث؟ صح صح حول وهذا أم ياسر. هل يجوز الطواف حول الكعبة بالخف أو ما يشبهه كالحذاء بعذر أو بدون عذر؟ معلوم أن الرجل لا يلبس الخف وهو محرم، المرأة لا بأس. وأما الطواف حول الكعبة أو دخول المسجد الحرام بالخف فتركه أحسن، لأن
العوام العوام هوام فيخشى من فساد، يدخل الإنسان ونعاله ملوثة بالماء، فالأولى أن الإنسان من حين ما يدخل المسجد الحرام يلقن عليه. نعم. مخالف نجيب عن هذا؟ يقول هل تجوز إمارة النساء في السفر كان يسافر مجموعة إخوة أشقة أولاد وبنات فيؤمر إحدى أخواتهم عليهم؟ هل هذا لا يجوز؟ لا يجوز أن تكون المرأة أميرة على الرجال، كما نرجو توجيه نصيحة حول مسألة الحجر في المساجد الحج. هذه قد تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أن الإنسان إذا حجر وهو في المسجد فلا بأس، وإن كان خارج المسجد فإنه لا يحجر. وتقدم أن بعض العلماء رخص في ذلك، ولكن الأولى أن لا يحجر. نعم. نبدأ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال هذا الباب ترجمة طويلة. قبل أن ندخلها سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان فرفع، والملاحاة معنى المخاصمة، وفي هذا دليل على أن المخاصمة قد تكون سببا لرفع الخير. وهو كذلك، وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن، أمرهما أن يتطاوعا، يعني أن يطيع أحدهما الآخر حتى لا يحصل النزاع. أما باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فهذا الحديث أخرجه مسلم بتمامه، وهو أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة عنده في صورة إنسان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال عمر: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة الأديب المتأدب، وسأله عن الإسلام فأخبره، وعن الإيمان فأخبره، وعن الإحسان فأخبره، وعن الساعة وأشراطها فأخبره عن شيء من أشراطها ولم يخبره عنه، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وفي النهاية قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل كل هذه من الدين، يعني جعل الإسلام والإيمان والإحسان من الدين، لأن دين الإسلام يشتمل عليها كلها، فهي دين الله عز وجل. قال: فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، حيث بين لهم أركان الإسلام وهي من فجعلها من الإيمان. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني من يطلب دينا يدين الله به غير الإسلام فإنه لا يقبل منه، لأن الإسلام نسخ جميع الأديان السابقة. وبهذا نعرف أن من زعم أن ما عليه أهل الكتاب اليوم دين يقبله الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه كفرا وردة.
لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والنصارى اليوم ليسوا على شيء، واليهود ليسوا على شيء، وسائر الملل ليست على شيء، لا يقبل إلا الإسلام فقط. فمن وفق للإسلام فهو المقبول، ومن لم يوفق فهو المردود. حتى الشرائع التي ليست أصل الإسلام إذا كانت على غير ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فهي مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. انت بريد عندك رجل؟ رجل لا عندنا جبريل شرح ما تكلم عليها. فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل، وفي التفسير للمصنف إذ أتاه رجل يمشي ولأبي فروة فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية. بس ايش ما بس كان نسخنا غلط. ها نسخة من قالها؟ العيني العيني وش هو؟ هذا اللي قرر مسلم ظاهر انك ما انت مانع يا عبد الله. لا بالله ما انت مانع. هنا يا شيخ الثلاني يقول احسن الله اليكم فاتاه رجل اي ملك في صوره رجل، وهو روايه اربعه، وفي روايه في اصل نسب اليونانيه كهي جبريل. كهي؟ نعم. ايش معنى كهي؟ ها؟ انا ما عندي كهي، عندي كهي جبريل. كهي؟ نعم. على كل حال في مسلم رجل شديد بعض الساعة ثم قال في النهاية هذا جبريل أتاكم. الظاهر لي أن فأتاه رجل أصح تصح فأتاه رجل. فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. هذا يخالف السياق الذي في صحيح مسلم من حيث الترتيب ومن حيث بعض الكلمات. أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث، سقط من هنا ركنا وهما الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر، وزيد واحد وهو الإيمان باللقاء. والمراد باللقاء هنا لقاء المحاسبة، لقوله تعالى يا أيها الإنسان إن كادح لربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه لآخره.
وليس المراد باللقاء البعث، لأن البعث صرح به قال وتؤمن بالبعث، والبعث والإخراج، إخراج الناس من قبورهم. قال من الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وسقط منها شهادة أن محمدا رسول الله. أما شهادة أن لا إله إلا الله فقد تضمنها قوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وسقط أيضا الحج، وهذا يدل على أن هذا السياق فيه حل، والسياق الكام المنطبق سياق رواية مسلم رحمه الله. قال من الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني أن تعبد الله عبادة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعلوم أننا لا نرى، فقوله فإن لم تكن تراه يعني فإن لم تعبده كأنك تراه فإنه يراك. وهاتان مرتبتان في الإحسان، المرتبة الأولى أن تعبد الله عبادة طلب يتضمنها قوله كأنك تراه، لأن من رأى المحبوب طلب. والثاني عبادة هرب بقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولن تفوته، فيكون الإحسان على هذا مرتبتين. قال متى الساعة؟ قال ما المأسول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لا علم لي عندك بها، وأنت كذلك لا علم لك بها، وسأخبرك عن أشراطها. ولفظ رواية مسلم قال أخبرني عن أشراطها، والأشراط العلامات. قال عليه الصلاة والسلام إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، فما معنى ولدت ربها؟ قال العلماء إن السرية إذا وطئها زوجها، إذا وطئها سيدها وأتت بولد، صار هذا الولد حرا، وهو بضعة من سيدها، فيكون سيدا لها باعتبار أن أباه سيد لها. لكن هذا المعنى وإن كان وجيها من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى أمر لا يستغرب، كل آمة ولدها سيدها فإن ولدها يكون حرا. لكن قالوا إن هذا كناية عن أن هذا الولد يكون مالكا لها، أي أميرا أو ملكا أو ما أشبه ذلك، وهو كناية عن كفة استرار. عندك شرح لها؟ نعم. شبه مصطفى؟ إذا ولدت؟ نعم. قوله إذا ولدت، التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع، ووقعت هذه الجملة بيانا للأشراط نظرا إلى المعنى، والتقدير ولادة الأمة وتطاول الرعاة. فإن قيل الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح، والمذكور هنا اثنان، أجاب الكرماني بأنه قد تستقرض القلة للكثرة، وبالعكس، أو لأن الفرق بالقلة والكثرة. أترك إيش هذا الكلام؟ إيش قوله إذا أترك هذا؟ أنت نزعم ترفع. نعم. لكن ثم ذكر قال قوله إذا ولدت الأمة ربها، وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر ولمحمد بن بشر مثله، وزاد يعني السراري، وفي رواية عمار بن القعقاع إذا رأيت المرأة تلد ربها، ونحوه لأبي فروة، وفي رواية عثمان بن غياث الإماء معنى إذا ولدت. طيب ما مدينا كلمتين يا شيخ؟ نعم كلمتين على موقف يعني. طيب. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك. قال ابن سيرين اختلف فيه على سبعة أوجه،
فذكرها لكنها متداخلة وقد لخصتها بلا تداخل. فإذا هي أربعة أقوال: الأول قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال النووي وغيره إنه قول الأكثرين. قلت لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سرار وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب القيام مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول، قال أن تلد العجم العرب. ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك، فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته وهذا تصير الأم لا الملك مبتدا وخبر، الملك سيد رعيته هذا وجه كونه سيدها. فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته، وهذا لإبراهيم الحربي، وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وضع الإماء ويتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر ولا سيما في أثناء دولة بني العباس. ولكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك. ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز، لأنه لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك. وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها، أو وهو لا يشعر أنها أمه فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها. وقد جاء في بعض الروايات أن تلد الأمة بعلها، وهي عند مسلم، فحمل على هذه الصورة. وقيل المراد بالبعل المالك، وهو أولى لتتفق الروايات. الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك فيتداول الملاك المستولدة. الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك. وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها، لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز، قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها، فإنه حرام بالإجماع. الثالث وهو من نمط الذي قبله، قال النووي لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر بأن المراد السراري، لأنه تخصيص بغير دليل. الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا لذلك أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون حالة على أن المراد حالة 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 على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور
بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. تنبيهان: أحدهما قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع، قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين بأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي، لأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تطاول. الأخير الجواب غير ما ذكره النووي رحمه الله. الجواب هو أن قوله أطعم ربك خطأ، وربها غيبة، ومعلوم أنك إذا قلت للشخص أطعم ربك صار فيه إذلال له، وصار فيه إعظام لهذا الرب من المخاطب، بخلاف أنت الحليل أن ربها لأنه لم يخاطب أحد بذلك حتى يكون فيه ما في ما في ما في الخطاب في كلمة ربك، وهذا واضح. وقريب من ذلك النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت وقول غفر الله لك إن شاء الله، فإن هذه دون الأولى ولا يصح القياس عليها لما في الخطاب من النص على المخاطب. وبقي وجه عندي لم يذكر الحافظ في قول أن تلد الأمة ربها، وأن يكون المراد بقولها أن تلد الأمة ربها الجنس، يعني ليست هي الوالد بالفعل، ولكن المعنى أن تلد الإماء أبناء الملوك، بقطع النظر عن كونه يرب هذه الوالدة نفسها، فهذا هو الظاهر. أو أن تلد الأمة إنسانا يكون بعد ذلك ملكا، فيكون مراد بذلك الجنس، يعني ليست الوالدة بعينها إنما مراد الجنس. وهذا كثيرا ما يأتي في اللغة العربية يكون المراد به الجنس، مثل قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا مرت به فلما أثقلت دعوا الله. المراد هنا الجنس لا العين، ولهذا لا يصح أن تنزل على آدم وحواء، بل المراد خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وخلق منها زوجها أي جعله منها من جنسها فلما تغشاها إلى آخر. هذا الواقع، يعني ما هو ربها هو يربها حتى نقول كيف يكون ربا لها. نعم لا 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 هو موجود من قبل. هذا معناه أنه لكثرة الإماء والسرار والفتوحات حصل هذا الشيء. ويدل لذلك قوله وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، هذا كناية عن كثرة الأموال، وأن الرعاة الفقراء، نعم كما جاء في لفظ مسلم أن ترى الحفاة العراة العالة، يعني أشياء يتطاولون في البنيان، وكأن هذا إشارة إلى كثرة الفتوح، فإن هذا من علامات الساعة. والمناسبة فيه ظاهرة، لأن كثرة الفتوح معناه بلوغ الشيء غايته، وكل شيء في الدنيا يبلغ الغاية فإنه سوف يرجع. وفي هذا إطلاق الرب على غير الله، إطلاق الرب على غير الله، وهذا كثير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللقطة دعها في ضالة الإبل دعها فإنما سقاها
وحذاءها ترث الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. نعم. شيخ هنا قرأتنا بحيث يصير المربى مربيا، فالإخوة قالوا المربي مربيا. لا، المربى هذا العكس. العكس ولا مانع. لا يعني عشان يتوجه. كل يخطئ. لا لا يا شيخ، عشان أرى يعني أنا إيش المقصود. لا، معناها المربى مربي، المربى الولد العادل تربيه أمه مربيا يربي أمه. إيه نعم مضاف، من رب على سبيل الإطلاق هو الله عز وجل. هذا بعيد بعيد، لأن هذا يقع حتى من الحرارة، حرارة ما يأكلونه أولادهم يطيب. نعم. يعني التوجيه بن حجر رحمه الله بعيد، كنت يختار هذا الرأي. نعم. كيف الأمع؟ هل يمكن يطلق كذلك على النساء حتى الحرارة؟ أمة الله يعني المرأة عموما، لأن هذا واقع يعني نشاهده فأغلب الناس يعني. لكن ما تطلق الأمة يراد بها المرأة مطلقا إلا إذا أنزل الله لا تمنع إماء الله مسجد الله، أما عند الإطلاق فهي المملوكة. نعم. ما انتهى التعليق، بقية الحديث خلاص ما فيش. فإذا تطاول الرعاة قال في خمسة لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة، يعني معناها أن علم الساعة في خمس، وفي هنا للظرفية أي في ضمن خمس، لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس كلها معلومات إلا قوله وينزل الغيب فهو داخل تحت المقدور الرابع للمعلومات، لأن الله لم يقل ويعلم نزول الغيب، قال وينزل الغيب. لكن إذا كان هو المختص بتنزيل الغيث فهو المختص بعلمه، لأن الغيث ينزل بعلمه، ولكنه سبحانه وتعالى قال ينزل الغيث لأن هذا أبلغ في نفع هذا الغيث، لأن مجرد علم الله في نزوله لا يستفيد الناس منه شيئا، لكن نزوله هو الذي يمكن أن يستفيدوا منه. ولهذا قال وينزل الغيث، لأن هذا يباشر النفوس مباشرة بخلاف العلم بنزول الغيث. عنده علم الساعة، ولكن أنذركم ما قاله أحد الغربيين بأن الساعة ستقوم في تمام القرن العشرين، يعني بعد سبع سنوات، ست سنوات، على كلها ستة وسبع. أقول هذا كذب ولا يجوز أن يصدق، ولا يمكن أن يكتم الله علم الساعة عن جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام ثم يأتي رجل كافر ملحد يقول إنها تكون في العام في عام 2000. ولكن هذا من سخافتهم، وكما قلت لكم قبل أيام في العام الماضي قرأت صفحة كاملة في إحدى الصحف عن امرأة سموها لكن نسيتها اسمها الكاهنة، صوروا صورتها وقالت إن من جملة ما سيكون في هذا العام المنصرم سيكون سوف يتنازل مسؤول كبير في الدول العربية عن مسؤوليته إلى مسؤولية شخص آخر. ذهبت الأوهام كل مذهب، لكن ما صار شيء، مما يدل على كذب الكهنة. طيب، وينزل الغيث يعني المطر الذي يكون به الغيث، وهو الذي تنبت به الأرض، لأن المطر
منه غيث ومنه ما ليس بغيث، كما جاء في صحيح مسلم: ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس السنة يعني الجد ألا نمطر، بل أن نمطر ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، يأتي مطر كثير ولا تنبت الأرض شيئا، وأحيانا يكون مطر قليل ويكون فيه بركة عظيمة. وعند أهل نجد سنة مشهورة تسمى سنة الدمنة. تعرفون الدمنة؟ بعرة البعير أو بعرة الشاة الغنم الماء. يقولون إنه جاء الأمطار لكن اللي تحت الدمنة لم يبتل، اللي تحت الدمنة لم يبتل، وصار ربيع ربيع ربيع، وهذه بركة من الله. ولهذا قال: ينزل الغيث دون أن يقول ويعلم نزول الغيث، ويعلم ما في الأرحام. الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وسمي رحما لأن ضمه للجنين ضم رحمة ووقاية. ولهذا جعله العليم الخبير الحكيم عز وجل جعله مغلقا لثلاث طبقات: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وجعل الذي يباشر الجنين جعله ماء لزجا رقيقا متحركا كالذئب، من أجل أن لا يتعب الجنين في بطن أمه، لأن الأم تتحرك تروح تأتي وتنام وتقوم وتقعد. فلولا أن هذا الماء بإذن الله لين سهل ما حصل الراحة لهذا الحمل. ثم إن الحمل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهرها، لأجل أن يتقى وجهه بظهر الأم، ويكون ظهره من جهة البطن، وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أراد الله أن تضع جاء الطلق، والطلق عبارة عن حركة الجنين من أجل أن ينزل، لأن يتحرك ليكون رأسه هو الأسفل، فيخفض الرأس قبل الرجلين. وكان بالأول لو نزل على طبيعته في بطن أمه لنزلت الرجلان قبل، لكن الله حكيم ينزل الرأس هو الأول حتى ينساب خروج الجنين. لو خرجت الرجلان لكانت اليدان تمنع الخروج وحصل ضرر عليه وعلى الأم، لكن سبحان الحكيم العليم. يعني من الذي حركه هذا التحرك في بطن أمه إلا الله عز وجل، حتى ينزل نزولا طبيعيا. يعلم ما في الأرحام، هل المراد أذكر هو أم أنثى؟ نقول نعم، قبل أن يخلق يشمل هذا أذكر هو أم أنثى، لأنه قبل أن يخلق لا يعلم أحد ماذا يقول. ولهذا يستأذن الملك الموكل بالرحم، يستأذن رب عز وجل يقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فإذا كان ذكرا أو أنثى علمه الملك قبل أن يخلق، وهم الآن يعلمونه بواسطة أشعة معينة أنه ذكر أو أنثى، ولكن لا يستطيعون أن يعلموا من قبل. ثم نقول: العلم المتعلق بما في الأرحام لا يختص بكونه ذكرا أو أنثى، له عدة متعلقات. أولا: هل يخرج حي أو ميت؟ هل أحد يعلم؟ لا أحد يعلم، مهما بلغوا في الطب لا يعلمون. إذا خرج هل يبقى زمنا طويلا أو زمنا قصيرا؟ هذا أيضا لا يعلمون. إذا خرج هل يكون رزقه واسعا أم قد قدر عليه رزقه؟ هذا أيضا لا يعلمون. إذا خرج هل يكون عمله صالحا أو عملا سيئا؟ هذا أيضا لا يعلمون. فمتعلقات العلم بما في
بما في الأرحام ليست خاصة بالذكور والأنوث، وهذه كلها لا يعلمها إلا الله. وعلى المفعول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل ماذا يحصل لها غدا، لأن الذي يحصل للإنسان في الغد نوع من كسبه ونوع من فعل الله به. أما الذي من فعل الله به فلا طريق إلى العلم به إطلاقا، أما الذي من كسبه فقد يقدره الإنسان، قد يقول أنا غدا سأفعل كذا سأفعل كذا سأفعل كذا، ولكن هل هو ضامن؟ إذن لا علم عندك.